أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في دورة موهبة. بارك الله فيكم، معكم الأستاذ زكية الشعلة في دورة موهبة. عدنا في بداية المفردات الارتباط والاختلاف. ما معنى الارتباط والاختلاف يا أولادي يا بنات؟ الارتباط يعني هناك كلمات متشابهة، هناك كلمات متشابهة. أو لماذا لا تسمع ميرال؟ هناك كلمات مشتركة، مشتركة إما في الوظيفة أو في المعنى أو في الكلمات، فلهذا نبحث عن الكلمة التي تشابه أو الكلمة التي تختلف. عندنا في السؤال الأول الكلمة الأقرب لكلمة لين أو لين، ما معنى كلمة لين؟ هنا ما هو الكلمة الأقرب لكلمة لين يا أولاد يا بنات؟ هل تعرفوا معنى كلمة لين؟ أنا أعرف الصوت وين؟ ما صوت معنى يعني لين؟ مرة يعني أيوه أحسنت، لين معناه مرن أو بعض الأحيان معناه إيش؟ ناعم. البعض يحط الإجابة وهي مرن وهي الإجابة الصحيحة والأدق، وبعض الكتب تكتب انه ايش؟ ناعم، ولكن الافضل الكلمه الصحيحه هي مرن، لين معناه مرن. يلا زين، الكلمه الاقرب لكلمه قوي ما معنى؟ يلا يا اولاد بنات. استاذ مرن. شديد. شديد. قوي معناه ايش يصير؟ الأقرب لكلمة قوي وهو شديد. يصير شديد. جميل 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 جميل. يلا السؤال اللي بعده، قالين الكلمة الأقرب لكلمة الإيراد ما هي؟ الداخل. الإيراد يعني الدخل. أحسنتم، إذن تكون الإجابة فقرة ب. جميل. يلا السؤال اللي بعده، أيضا ناخذ السؤال اللي بعده، سؤال أربعة، ما الكلمة التي تشابه معنى الغضب؟ خلينا نشوف الاختيارات. الاختبار غير. غير. الزخرفة. لا لا. لا غير. غير. إذن الإجابة تكون الغير. صحيح صحيح، الغير. جميل أحسنتم. الكلمة الشاذة، ما معنى الكلمة الشاذة يا منزل المختلفة؟ الكلمة الشاذة يعني الكلمة المختلفة. هي مين الكلمة الشاذة والكلمة منزل. 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 الكلمة الشاذة المنزل. مين؟ منزل. 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 لأن المهندس والمعلم والطبيب يعتبر مهن. ما هي الكلمة الشاذة في الكلمات التالية؟ ثوب، سترة، قلم. قلم. صح، قلم. لماذا؟ قلم. لأن الثوب والغترة كلهم ملابس، يكون لأنه كلهم كلهم يعني أشياء مختلفة إلا القلم. جميل جميل. الكلمة الشاذة هنا مفاتيح، حجز، طائرة، تذكرة. مفاتيح. مفاتيح. نعم. الحجز والطائرة والتذكير. مفاتيح. يكون عندنا في كلها أقرار تتعلق بالطائرة. أحسنتم صحيح. ما الكلمة التي لا تتفق مع السياق؟ هنا لا تتفق مع السياق، ما معنى لا تتفق مع السياق؟ يعني معناها الكلمة المختلفة. موقف، بيت، غرفة، صالة، ما هو؟ موقف. 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 موقف صحيح، لأن البيت والغرفة والصالة لأن يا أستاذ متشابهون. البيت والغرفة والصالة كلهم في بيت. جميل، أعرفكم عباقرة، أعرفكم عباقرة يا أولاد. خلاص واضح الحين، عرفنا الآن الكلمة المتشابهة والمختلفة يا أولاد يا بنات. إيه. ممتاز. إيوه. الآن الكلمة، الآن ناخذ القسم الثاني، الارتباط والاختلاف خلاص، نروح إلى القسم الثاني وهو من التفضيل. عندكم في الكتاب التفضيل؟
شوف الآن التفضيل عندكم في الكتاب، التفضيل عندكم الكتاب معاكم؟ إيه نعم. الحين بنسأل واحد واحد. يلا يا سلمى اقرأي سؤال يا سلمى. يلا اقرأي سؤال يا سلمى. اقرأي سؤال هو التفضيل، عن التفضيل اقرأي سؤال يا سلمى. يلا يا سلمى. محمد هو أول اقرأي سؤال يا سلمى. محمد هو أطول بين إخوتي. سعد يا أولاد يا ثاني يا علي مهنة، علي مهنة سكر المايك يا علي مهنة. يلا قرأ يا سلمة. محمد هو أطول بين إخوتي وسعد أقصر من سامي. جميل. لكنها أطول من هدى. جميل. عليه يكون الأقصر هو. جميل. الحين قالينا محمد هو الأطول، كيف أسوي؟ عندش قلم الآن يا سلمة تقدر تسوي لنا؟ عندش؟ أيوة. عندش الآن؟ أيوة موجود. يلا أرسمي، أرسمي محمد أطول من، هو الأطول بين أخوته. يلا أرسمي، أرسمي يا سلمة. أيوة جميل، رسم جميل يا سلمة، رسم جميل. حلو حلو. هذه سلمة أطول من مين؟ أوه محمد هو الأطول بين إخوته. أستاذ. نعم قولي. أيوة الحين، وكمان نقدر نسوي طريقة ثانية. يلا قولي طريقة ثانية، ما هي الإجابة؟ أهم شيء توصلي للإجابة الصحيحة يا سلمى. إنه نشطب الأطول ونبقي الأقصر. حلو حلو. يلا تقولي ما هي الإجابة يا سلمى سريع. يلا الحين مثلا نشطب محمد لأنه الأذكر. أحسنت. ليش؟ لأنه هو طلب مين؟ طلب الأقصر، فمحمد هو الأطول، فإذا أروح أشطب مين؟ أشطب محمد. جميل حلو. يلا بعد. وسعاد أقصر من سامي، يعني أشطب مين؟ سامي. سامي جميل. بعد لكنها أطول من مين؟ من هدى. من هدى. نفس سعاد أطول من هدى، يعني أشطب مين؟ سعاد. أشطب سعاد. إذن مين اللي بقيت يا مين اللي بقيت الحين؟ هدى. هدى جميل، شطورة يا بنتي. هدى الإجابة صحيحة. يلا يا علي مهنة أقرأ سؤال اثنين. أستاذ أنا علي حمادة داخل باسم فداء. أوه أنت الفداء؟ فداء وينش يا فداء؟ نسأل عنش يا فداء، يومين ما سألنا عنش. الأمس كلمت ما جاوبتيني، وقبل أمس كنت أستاذ أنا علي حمادة داخل باسم فداء. أنت مين؟ أنت علي بس داخل باسم فداء؟ إيه. زين عجل. يلا اقرأ يا علي سؤال اثنين، اقرأ. ثلاث أطفال على الشجرة، إذا كان سالم أعلى من محمد وعادل أعلى من سالم، فمن فأين فإن أيوة كمل. ثلاثة أطفال على الشجرة، خلينا نرسم لنا شجرة جميلة. هذه شجرة، بعدين وش قال لنا؟ سالم أعلى من مين؟ من محمد. عندنا هنا سالم، هذا سالم أعلى من مين؟ من حمد. حمد. وعادل أعلى من مين؟ من سالم. من سالم. الآن هذا سالم في الوسط الحين، ما هي العبارة الأنسب يا بطل؟ الآن سالم في الوسط. يلا هل حمد في الوسط؟ لا. لا. هل سالم في الوسط؟ نعم. نعم صحيح. إذا تكون الإجابة فقرة مين؟ فقرة مين؟ سامع.
فقرة ب، جميل شاطر. صفقوا إلى علي، صفقوا إلى علي، صفقوا إلى علي. يا سلام يا سلام، شاطرين شاطرين. يلا السؤال اللي بعده، سؤال ثلاثة. يلا مين مين سؤال ثلاثة؟ ميرال. يلا يا ميرال، يلا يا ميرال. ثلاثة. يلا قرأ سؤال ثلاثة يا ميران. علي أسرع من خالد، ومحمد أقل سرعة من علي، وأسرع من خالد، ويوسف أسرع من علي، أيهم يصل ثالثا؟ إيه إذن ما هي الإجابة؟ يلا جاوبي. عادي يسموها أسئلة تفضيل، أروح إما أنا أشطب أو أنا أروح أسوي رسم سهمي. شوف الحين أقول محمد أطول، إذا أنا أروح أرسم محمود أطول من مين؟ من محمد. وبعدين محمد أقصر من حسن، يعني حسن أطول. وأطول من مين؟ بعدين قال لنا أطول من خالد، محمد نفسه أطول من خالد. إذن مين أكثر واحد؟ مين أكثر واحد؟ يلا مين أكثر واحد؟ خالد. يا سلام عليك. إذن الإجابة تكون خالد، صح الإجابة خالد. يلا الحين السؤال اللي بعده إلى مين؟ إلى مين؟ يلا إلى علي مهنة. يلا يا علي مهنة سؤال خمسة. أستاذ. نعم أستاذ. إذا كان علي أقرب من محمد إلى النهر، وخالد أبعد من علي، وزيد أقرب من علي، أيهم أقرب للنهر؟ أيوة أيهما أقرب؟ سؤال ثلاثة ما حلينا. أستاذ يقول هو إذا ميرال قالت بتحلي الإجابة، وش سؤال ثلاثة؟ الإجابة أيهما يصل ثالثا؟ ما هي الإجابة؟ علي أسرع. أول خلينا نحل سؤال ثلاثة، قالوا ما حلينا سؤال ثلاثة. علي، هذا علي أسرع من مين؟ من خالد. ومحمد أقل سرعة من مين؟ من مين؟ من علي. من علي، علي سريع أقل سرعة. إذن نقول وين؟ ومحمد أقل سرعة من علي، إذن وأسرع من خالد، هذا محمد. ويوسف أسرع من مين؟ من علي. علي. يوسف أسرع من علي. ما هي الإجابة الحين؟ يوسف. أيهما يصل ثالثين؟ أستاذ يوسف. محمد. لا محمد. محمد. محمد يصل ثالثين. الأستاذة خلود دخلت الآن معنا؟ أو ما دخلت الأستاذة خلود؟ أو ما في مشكلة علشان تحل الواجب. زين سؤال أربعة، إذا هذا قلنا خلاص جاوبنا عليه. سؤال أربعة، إذا كان محمود أطول من محمد قلنا جاوبنا عليه، ما هو الإجابة؟ الإجابة مين؟ الإجابة خالد. حلو حلو حلو، الإجابة خالد. جميل جميل يا جميل. يلا السؤال اللي بعده، إذا كان إذا كان علي أقرب من محمد إلى النهر، وخالد أبعد من علي، وزيد أقرب من علي، أيهما أقرب إلى النهر؟ يلا أروح أرسم لين الآن نهر، وبعدين أروح أعمل أسهم علشان أعرف مين القريب. علي أقرب من مين؟ إذن علي أقرب من محمد من النهر، وخالد أبعد من علي، وخالد أبعد من علي، وزيد أقرب من علي، وزيد أقرب من علي، أيهما أقرب الآن يا أولادي يا بنات؟ أيهما أقرب يا أولادي يا بنات؟ زيد.
جميل جميل. سيد ما شاء الله ما شاء الله. أيضا دخلت الأستاذة خلود، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذة، الله يسعدك ووفقك لكل خير إن شاء الله. يلا زين، الآن نروح إلى سؤال ستة. يلا يا أولاد يا بنات، سؤال ستة. جميل، شوف ترسم كده. يلا سؤال ستة يا أولاد يا بنات، عبد الله أطول من محمد ومحمد أقصر من خالد وأطول من محمود، فأي الأربعة أقصر؟ هذا حلينا من قبل صح، مر علينا، طلع الإجابة إيش يا أولاد يا بنات؟ محمود. جميل، يعطيكم العافية والصحة والسلامة، بارك الله فيكم. بس أريد أغلق الفيديو الآن علشان لا يصير طويل. شكرا لكم أولادي وبنات.